السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم قصير جدا، رح نتعلم فيه كيف نخفض حجم ملف وورد حوالي 10 أضعاف باستخدام حيلة صغيرة جدا. مثل ما انكم ملاحظين هون في عنا ملف وورد حجمه 64 ميجا. رح نفتح ملف الوورد، لاحظوا قديش فتح الملف بطيء بسبب حجم الملف الكبير. بعد ما يفتح الملف رح نروح على شي صورة ضمن الملف. بطبيعة الحال حجم ملف الوورد الكبير بيكون ناتج عن الصور مو ناتج عن الكتابة، لأن الكتابة قد ما كانت كبيرة ما بتاخد حجم. رح نحدد أحد الصور الموجودة ضمن الملف، ثم رح نروح على التبويب السياقي تنسيق الصورة اللي بيظهر لنا. من مجموعة ضبط رح نختار الزر ضغط الصور. رح نشيل الصح على التطبيق على هذه الصورة فقط، يعني كل ما يتطبق على كامل الصور يلي ضمن المستند. رح نختار ويب 150 نقطة في البوصة ورح نختار موافق. راح نسكر الملف ونحفظ التغييرات. كان حجم الملف مثل ما بتتذكروا حوالي 64 ميجا، لاحظوا صار حجم الملف 9 ميجا. اتمنى تكون هاي المعلومة مفيدة لكم. اذا عندكم استفسارات او اسئلة ياريت تطرحوها علينا بالتعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.